تمام شباب، نستكمل اليوم بإذنه تعالى، نخلص هذا الشابتر اليوم. احنا القانون الوحيد اللي تحدثنا عنه هو قانون القوة المغناطيسية اف ام بتساوي كيو في كروس البي، وهذا بيقول انه كل شحنة متحركة في مجال مغناطيسي بتتأثر بقوة مغناطيسية طبعا لهذا القانون. في الواقع شباب احنا بنشوف الشحنات، احنا الشحنات شغلة صغيرة، الكترونات وبروتونات ومحد بيشوفها. الواقع احنا بنشوف سلك في تيار وبنقيسه بالأميتر. اذا هو التيار هو اللي بيدل واقعيا عن انه في شحنات متحركة ولا لا. معناته لازم يكون في عندي في التعامل قانون بدلالة التيار الكهربائي. التيار بفوت في سلوك، اذا معناته مازال بدك سلك. ايش صفة هذا السلك؟ طويل قصير طوله. اذا اي سلك موجود في مجال مغناطيسي ويمر في تيار، على طول بفهم معناته جوا السلك في شحنات بتتحرك، وهذه الشحنات بما انه السلك موجود في مجال مغناطيسي اذا هي وجدت في مجال مغناطيسي، حتتأثر بقوة، حتتحرك. بما انها جوا السلك، ايش بتسوي في السلك؟ بتحمله، تحمله معاها، عليها قوة، على السلك بصير فيه قوة. انا عندي جوا 100 شحنة شباب، 100 شحنة وبتحركوا كلهم، بقول له كل واحدة منهم عليها قوة مغناطيسية، بدي القوة على كل السلك، بقول له هي ومجموع القوة على 100 شحنة. المشكلة وين؟ انه القوة فيكتور ولا سكيلارز؟ فيكتورز. عشان كده لازم تنتبه، بقول له فيش اسهل منها. اذا السلك مستقيم معناته كل الشحنات جوا بتتحرك بنفس الاتجاه ولا لا؟ لكن لو كان السلك هيك، بقول له الالكترون اللي هان هاي سرعته، طب الالكترون اللي هان هاي سرعته، والالكترون اللي هان هاي سرعته، نفس السرعات؟ لا. اذا بدك تنتبه، انت بتجمع جمع اتجاهي، بدك تنتبه وانت قاعد بتجمع واحدة 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 واحدة. اذا الان احنا عرفنا، اذا magnetic force on a current carrying wire it is known that، هذه المعلومة اللي رسخت وهي المعلومة الوحيدة تقريبا، طبعا المعلومة الثانية، a current is a collective of moving charges of the same sign، هذه معلومة اخذتها من شابتر 5. الشو التيار هو مجموع شحنات متحركة، صح ولا لا؟ حلو. This mean that any current carrying wire، إذن أي سلك بيحمل تيار، will experience a magnetic force، حيتأثر بقوة مغناطيسية، when placed in a magnetic field. من وين جت هذه القوة؟ قال هي the vector sum of the individual forces on the charged particle. هذه القوة ناتجة من المجموع الاتجاه إلى القوة على البارتيكلز اللي جوا، مكونات التيار. انا ما هدي قلت لكم هب انه في عندكم فيران جوا السلك، والفيران بتحركوا غصب عنهم، بدهم يحركوا معهم السلك، صح ولا لا؟ تمام. بدي القوه على السلك، جيب قوه على كل فار واجمع 100 فار ولا 200 فار، اجمعهم بيطلع السلك الكلي او القوه الكليه على السلك. طبعا حسبنا الفار بالشحنه، صحيح ولا لا؟ قال لي بسيطه، هاي السلك وهي احد الفيران، شحنة واحدة منهم. طبعا عندي ميات الشحنات، عندي قطاع. بيقول لي let us consider a straight portion، عندي بقول لي قلت straight of wire of length L، طوله L شباب، and cross sectional area A، ومساحة مقطعه A. The wire is assumed to carry a current I، وفي تيار، and to be placed in a uniform magnetic field B. طبعا هذا B اتجاهه كيف شباب؟ into the beige، صح ولا لا؟ اذا في B. تمام شباب، الان بدي انا الشحنة هذه قديش عليها قوة، بس على هذه الشحنة. طبعا هذه الشحنة كلها ولا جزء منها؟ جزء من الشحنات. عشان كده لو بدي اقول اف ولا اقول دي اف؟ دي اف بالنسبة للسلك لانه جزء من القوة، بقول له دي اف بتساوي هيها، هذه الشحنة دي كيو وهي في وهي كروس بي، فيش تمام. بدك القوة الكلية كامل، صح ولا لا؟
بس قبل ما اكمل واغلب حالي قال لي هذه الدي كيو بديش اشوفها من يوم ما طالع، انا كيو عمري شفتها، انا بشوف تيار وبقيسه، بدي اياها بدلالة التيار. في سنة قرابة بين اي وكيو شباب ذاكرينها؟ اذا بدل دي كيو شحوط اي دي تي، قال لي بسيطة، اذا صارت هاي اي هاي دي تي وهاي في وهاي كروس سلبي. طلع معايا هذه الكمية فيزيائيا سرعة في زمن، ديسبليسمنت ازاحة، سرعة في زمن. طيب هنا لو قلت لك هاي اول السلك وهي اخره، الازاحة ايش بتكون؟ طول السلك. اذا قيم هذا وحط محلها، اذا دي اف بتساوي اي دي ال كوس البي، خلص القانون خلصنا. لقي في جوا كيو في القانون الاخير، في 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 شيء، ايش في؟ قال لي طول السلك جيب مسطره وقيسه، تعرف تقيسه. التيار جيب اميتر وبتقدر تقيسه، والبي معطى لك من اول. اذا صار في عندك قانون جديد غير القانون الاول، بيقول لي اف ام بتساوي اي دي ال، بس هنا دي اف طبعا كروس البي دي اف ام. هذا طب انا بدي اف، قال لي كامل. لما اكامل في عندي مشكله، قال لي هذا خليه يونيفورم عشان ما غلب كاش، ما زال يونيفورم طلعوا برا التكامل ولا لا؟ اف اي ثابت وتكامل دي ال هذا كله وكروس البي، طلعت البي على اعتبار انه ثابت. نيجي طلاب فصل سنه اولى خلصوا فصل اول واخذوا كالكولس اي صح، وثلاث ارباع كالكولس بي صح. ايش تكامل دي اكس؟ اكس. ايش تكامل دي ال؟ ال. طب لو كان ال فيكتور ايش تكامل دي ال؟ ببطل ال، ببطل ال. حقيقة نرجع البكرة، انا ايش قلت لكم؟ قلت لكم التكامل عبارة عن جمع سكيلرز صح ولا لا؟ عشان كده في الشابتر الاول قلت لكم قبل ما تكاملوا اي حللوها، انتبهوا للدايركشن، لانه اذا كملتوا بيكون مكانكم جمعتوا 5 اي زائد 3 جي طلعت معاكم 8 وهذا غلط صح ولا لا؟ طب هذا فيكتور كيف بدي اجمعه؟ قال لك الجمع هذا بيكون ايش قال، ممكن يطلع صفر وممكن يطلع اقل من ال، عدنا بنشوف كيف. طيب لو قلت لك السلك ستريت، في عندك مشكله تجمع جمع عادي؟ عادي. لو كان ستريت معناته كل اتجاهاتهم واحده، 5 اي و3 اي جمعت عادي، هيك 8 في حد بيقول لك وين انت، لكن 5 اي و3 جي 8 لا. قال لي اذا ستريت برجع للمعلومه اللي انتم عارفينها، تكامل الدي ال ايش؟ طب واذا مش ستريت ايش اسوي؟ بدنا نشوف، بدنا نحلل ونشوف شغله معينه كيف تطلع معانا. خلينا نشوف بس واحده واحده. فهمتوا ايش الفرق ما بين ستريت ومش ستريت؟ لانه لو مش ستريت بقدرش اجمع عادي، بدي اعامله معامله خاصه، بدي احلل. تمام. اذا ذا ماجنتيك فورس اون ا سنجل تشارج دي كيو، فار واحد شحنته دي كيو موفينج وذ فيلوسيتي في دي از دي اف بيساوي دي كيو في كروس البي. قال لي جيب لي كيو بدلاله التيار، طلعته هاي دي اف. قال لي الان بما انه في دي ال هي الازاحه، طلع هذا القانون فور ستريت وايرز عشان ما التخمش، قال لي تكامل الدي ال ال، اذا هذا شرط انه لازم الواير يكون ستريت. وعرفتوا ليش ستريت؟ بيكون السرعات كلها بنفس الاتجاه شباب، عشان كده بتجمع جميع عادي. ساعتها هذا القانون اف بتساوي اي ال كروس البي، اذا هذا القانون لكل الاسلاك ولا بس للستريت؟ بس للستريت. طيب مش ستريت يا سيدي ايش اسوي؟ بقول له هاي بدك تسوي if the wire is not straight. طبعا شباب ايش بنا هذا ستريت ولا مش ستريت؟ ستريت. طب هذا وهذا هاي مش ستريت، فهمتوا علي كيف؟ اما ستريت مش معناته يكون عدل، قصدي يعني انه افقي او عمودي، لا ممكن يكون مايل، بس ستريت زي هذا القلم ستريت، حطيته هيك حطيته هيك حطيته مايل، كل واحد ستريت بضله. تمام. قال لي طيب
If the wire is not straight, we have to find. فعتها بدك تكامل غصب عنك. عشان تكامل بدك تجيب الفورس على عنصر واحد. طبعا احنا مش هنجيب التكاملات كتير، هنسهل عليكم. To find the force on a small segment and then integrate DL. كملته، مش قادر اقول تكامل الدي ال ال. قال لي طب حالة واحدة B is uniform، عشان ريح حالي. قلت اذا هيك صار. قال لي ايش تكامل الدي ال؟ قال لي ال شرطة. طب ايش ال شرطة؟ هذه بتقربش ل ال. ايش تعريفها؟ خلينا نعرف احنا وياكم. قال لي خلينا نشوف هذا ستريت ولا متني؟ متن. بدي اجمع دي ال. وين دي ال؟ ايش دي ال هي؟ ايش هي؟ دي ال جزء من ايه؟ طب وين الجزء؟ كل هدول اجزاء؟ كلهم اجزاء ممكن يكون ولا لا؟ واحد منهم مزبوط ولا لا؟ واحد منهم هايهم شايفينهم انتو؟ اجمعوهم شباب. كيف جمعتهم صفر؟ ايش بدك تسوي؟ بدي احللهم عشان اجمع، بدي احللهم مزبوط ولا لا؟ كيف صفر انت؟ من الرسمه بالله صفر، مش والله صفر. انت بهذه خلينا نتبع اللي قالوا حلل، هاي حللنا. تحليل هذا ولا مش تحليل؟ ايش تحليل؟ افق عمودي. يلا اجمعوا يا شباب، اجمعوا الصاد الاحمر والصاد الازرق. الاحمر لفوق والازرق نص الطول ولا مش نص الطول؟ الله يسهل عليهم. اذا بل ايش صادي؟ اجمعوا لي السيني، بدي اجمعهم بس مش هنقعد بجمعهم، بدي احطهم جنب بعض عشان اعرف اجمعهم بس. اذا دي ال تكامله طلع لي الخط الاحمر اللي قاعد بيلعب هذا، مش هي المسافه بين بدايه السلك لنهايته؟ اذا معناته ايش ال شرطه شباب؟ بقول لك المسافة بين بداية السلك لنهاية السلك بتختلف عن ال الطول الحقيقي للسلك ولا لا؟ طيب لو جيت سألتكم أنا الآن، اعتبروا هذه نص دائرة، مين يقول لي قديش طول السلك وقديش ال شرطة؟ ال شرطة ال هي نص المحيط، قديش؟ باي ار، صح؟ إذا ال باي ار لأنه المحيط 2 باي ار. طب وايه الشرطة اللي هو الطول؟ 2 ار. الباي والتنين اخوة؟ لا هذه اصغر. هذه اصغر. هذه 3.14 صح ولا لا؟ عرفتوا ايش هي الشرطة هلقيت؟ الشرطة هي المسافة ما بين بداية السلك حتى نهايته. طيب إذا قلتوا وبتهزوا راسكم لو اللوب مغلقة قديش الشرطة؟ براو عليكم. لو اللوب مغلقة وين البداية والنهاية؟ ملزقين ببعض. صح؟ قديش المسافة بين البداية للنهاية؟ زيرو. شفتوا كيف تكامل؟ هاي طلعت صفر؟ ما طلعت صفر، لو كانت كاملة بتطلع صفر. فهمت علي؟ تمام. إذا تكامل الدي ال والال فيكتور دائما ال؟ لا، ممكن يطلع زيرو. أو ممكن يكون أقل من ال، صح؟ تمام. إذا بقول لي الشرطة is the straight line. ها، إذا هو الخط المستقيم. From initial to final، من بداية السلك لنهاية السلك. طبعا بداية ونهاية التيار بحدد لي. تمام. هاي الشرطة. هاي الشرطة اللي هي 2 ار قلتولي. صحيح ولا لا؟ لو كانت نص دائرة طبعا. Note that for a closed loop، قديش الشرطة؟ زيرو. معناته بتستنتج تلقائيا. The magnetic force on any closed loop، طبعا فيها تيار current loop، بشرط انه بي تكون uniform، لانه لو بي مش uniform بتقدر تطلع حالي بي برا التكامل؟ لا، اذا لازم تكون بي uniform. ساعتها من وين اجت زيرو؟ لانه تكامل الدي ال زيرو لما تكون مغلقه، صح ولا لا؟ اذا the magnetic force on any closed current loop in a uniform، هذا شرط، magnetic field must be zero، لانه في الكتاب في سؤال حتطلق حلقة مغلقة معلقها، لكن قايل لك أنا موجودة في مجال مغناطيسي غير منتظم أو جد للقوة. لو واحد من الصاحب يقول كيف طلب للقوة؟ هذا ما قالوا لنا صفر، لكن مش كاتب إنه هذا ماجنتيك فيلد مش يونيفورم، بدك تجيب القوة ساعتها في قوة. فهمتوا علي كيف؟
لأنه في سؤال كيف عامله هيك بالضبط سؤال الكتاب، هاي لوب، قال لك هذه لوب مغلقة، قال لك لوب مغلق، قال لك المجال المغناطيسي هيو خطوط متوازية هذه يونيفورم ماجنتيك فيل، لا قال لك أوجد القوة على اللوب، طبعا في قوة بتحسبها تمام، لكن لو قال لك يونيفورم ماجنتيك فيل قديش الجواب؟ زمان كنا نجيب برضو أسئلة نضحك عليها على الشباب يشوف صحيحين ولا لا، نجيب لوب زي هذه نقول له في بي يونيفورم أوجد القوة، يجي واحد يقول يا وردي بصعبها كيف بنجيبها هذه؟ كيف بنجيبها؟ كيف بنتعامل معها؟ طبعا احنا دائرة ما عرفناش، كيف يعود لي إياها؟ تمام يقعد يغلط يقول بدي ساعتين عشان أجيبها، مظبوط ولا وش كان بده يكون بس يكتب؟ يصير يطلع تمام احكي لو أخذنا سلك زي هذا اللي في النص على الشمال في السور هذا وحطيناه في المجال هل الصادات حيلغوا بعض ولا إيه لا؟ مش حيلغوا بعض، ليش؟ لانه انت لما تيجي الشرطة هيها صح؟ بالتالي هذه لها مركبة صادية ولا لا؟ لها مركبة صادية، اذا بلغوش بعض، بس في شغلات بتلغي شغلات بضل عندك بعض الشغلات الصادية هذا ما هذه بس على اللوب هذه ابقى ما جامل الصادق انا ايش قلت لك؟ انا جبتها هنا عشان اقول لك هذه الشرطة هي المسافة بين بداية السلك لنهاية السلك، هذه اللي انا جبتها لقيت بداية السلك لنهاية السلك مايل اذا له مركبتين سينية وصادية، لكن هذه بتساوي الطول؟ لا اقل من الطول، اقل من الطول لك حسب تعريف ال شرطة تمام؟ طيب بيقول لي انت هذا القانون لما اخذته علمتني كيف اجيب اتجاه القوة بهذا الشكل صح؟ قلنا هدول وديهم باتجاه ال V ذاكرين؟ ميل باتجاه البي ابهامك ايش بيكون؟ قوة. قال له طب هذا كيف اسوي؟ قال له طلع ايش تسوي؟ بدل كيو اس صار عندك اي والفي ال وال اتجاهها اتجاه الاي، اذا اللي بدك تعمله نفس القاعدة بس اصابعك الاربعة وجههم باتجاه التيار بس اتجاه ما هو اللي اخذه من التيار بقول لك اصابعك الاربعة وجههم مع التيار لف باتجاه البي ابهامك بالدي اف إذا the direction of the magnetic force on a wire is again determined by the right hand rule نفس القاعدة described before اللي شرحتها قبل with the four fingers now الأربعة وين بدأوا يجيهم؟ تجاه التيار point now toward the direction of the current instead of the velocity بدل السرعة current بس تمام نشوف هالمثال شوف ما احلى المثال طبعا هذا السؤال ممكن نجيبه مرتبة التشويس ونغير فيه شغلة معينة ويصير حله بده ثانيتين ثلاثة بيقول لي a wire is bent into a semicircle of radius r and carries a current i هذا السلك عملته دائرة مغلقة شباب دائرة مغلقة كاملة وقلت لك الدائرة المغلقة هذه نص دائرة لوب مغلقة بنص دائرة تمام قال لي إن a uniform magnetic field directed along the positive y axis هدول خطوط الحمر هم الماجنتيك فيلد وما هي رسم لك إياهم متوازيين وقايل لك B is uniform لو جيت أنا سألتك قلت لك the magnetic force on the whole loop على كل اللوب قديش بتكون زيرو مش مغلقة زيرو ما هي 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 الخضرة مع الزرقاء مجموعهم مغلق ولا مش مغلق يونيفور ماجنتيك فيلد ولا مش يونيفور وينه هي يونيفور ماجنتيك فيلد اذا زيرو طب هو عشان ما يقولكش تكتب لي زيرو ايش قايل لك قال لي اوجد لي الستريت لحال والقوس لحال طيب وانت بتجيبهم لو جمعتهم طلعوا صفر بيكون حلك صح غلط بيكون حلك غلط طب واحد بيقول طب انا بدي اكون اشطر منه اجيب لي ستريت واقول كيف تسالب لي ستريت وخلص ممكن اذا انت فهله ويزيد عن اللزوم صحه وعافيه تمام بس احنا عشان مثال بدنا نعمل واحد واحد تمام اذا find F magnetic on the straight portion and on the curved portion طبعا هذا مثال عشان يقنعك انه التنين مجموعهم قديش زيرو لانه توي قال لك لو كانت اللوب كلوزد والمجال المغناطيسي يونيفورم مست بي زيرو فبس بده يقنعك قال لي يلا هذا الستريت نبدا بالستريت
قال لي for the straight portion تكامل الدي ال ال ولا لا؟ إذن هي قانون. يلا يا شباب التيار اي من يقول لي قديش طول السلك الازرق كيف اتجاهه؟ ام هو انا هي بدي اياه بس اتجاه الاي اتجاه التيار صح. بي هاد هو كيف اتجاهه؟ جي ولا مش جي؟ ناطة. طيب اي كروس جي يا شباب كي ذاكرينهم؟ اثنين اي ار بي باتجاه الكي. هاي ما استخدمتش ايديا. اي كروس الجي بتساوي كي. اذا اللي ناسي يستخدم ايديه هو حر. تمام. هذا فور ذا ستريت بورشن. فبدي الكيرف بورشن هذول عملناهم. فور ذا كيرف بورشن قال لي مش ال ال شرطه. صح. طب ال شرطه ايش تعريفها؟ هي المسافه بين بدايه السلك لنهايته. ها هيك يمكن تدخل المعلومه من بدايه السلك لنهايته دائما بيساوي قطور. تو انت هنا كان قطور؟ لا. اذا انا المعلومه بدي ادخلها من بدايه السلك لنهايته. طب شباب انا شايفينه انتم السلك الاخضر شايفينه؟ اتجاه التيار مشوف؟ طب كيف بدي اعرف؟ هو بيقول لي من بدايه للنهايه. وين بدايته ونهايه السلك الاخضر؟ مين بده يحددهم؟ اتجاه التيار. طب يلا حدد. يعني هذه انيشيال وهذه فاينل صح؟ اذا اللي بيحدد لي لانه بيقول لي من انيشيال لفاينل غير لما يقول لي من فاينل لانيشيال صح ولا لا؟ بالتالي وانتم ماشيين من انيشيال لفاينل هذا الخط ولا مش هذا الخط؟ هلقيت اي ولا سالب اي؟ وقديش المسافه؟ 2 ار. فلما اجي اعمل بقول له اف بتساوي اي ال شرطه كروس البي بقول له اي هذه 2 ناقص اي. عرفتوا اللي حطت ناقص شباب؟ الناقص عشان الاتجاه. والبي ما تغيرتش نفس البي. بيجي طلعت ناقص 2 اي ار بي كي. عشان اكون مصحصح اجمعهم قديش طلع؟ اذا حلي صح مزبوط ولا لا؟ اي استفصاء. شباب اذا اف بتساوي اي اللي كروس البي هي القانون الثاني. هذا قانون وهذا قانون بعد على بعض قوانين نفس القانون. بدل كيو حطيت اي ما هو طلعوهم بيقربوا لبعض وبدل الصراع حطيت طول السلك وخلصنا نفس القانون. مش شغله لسه احنا بناخذ معلومه واحده. المعلومه الوحيده اللي اخذناها انه اي شحنه متحركه في مجال مغناطيسي عليها قوه مغناطيسيه. السلك ما هو دولنا فيران وسلك فيران ما زال الفار بتحرك السلك بده يتحرك نفس الشيء. اذا مش معلومه جديده. سلك في تيار يعني في شحنات متحركه موجود في مجال مغناطيسي عليه قوه برضه نفس المعلومه. اذا not that the net force on the wall wire is zero as expected. انا من اول متوقع زيرو. Test your understanding. قال لي هاي عندك اربع رسمات. شايفين اللون البرتقاني انتو؟ هذا اللون البرتقاني اسلاك شباب بما فيهم تيار. والخطوط الزرق مجال مغناطيسي. مجال مغناطيسي. حلو. بيقول لي the four wires الاربع اسلاك البرتقانيات هدول في الرسمات الاربعة all carry the same current. كلهم بيحملوا نفس التيار 3 امبير هب. تمام. From point A to point B من A ل B من A ل B من A ل B من A ل B كلهم زي بعض. حلو. Through the same magnetic field. الماجنتيك فيلد هذا نفس المقدار. تمام. In all four parts of the figure the points A and B are 10 سنتيمتر apart. ال 10 سنتيمتر شباب هذه مش طول السلك. هذه المسافة بين A و B. طبعا هنا بالصدفة طول السلك وهنا طول السلك وهنا هنا لا. طيب حلو. Rank رتب the wires according to the magnetic force جيب لي القوة المغناطيسية ورتب لي اياهم من الكبير للصغير. بدي واحدة واحدة شباب طبعا على اخر واحدة
جيبوا لي القوة المغناطيسية. برافو عليكم. صفر. ليش؟ لأنه الزاوية زيرو والكروس برودكت بيطلع ساين، وساين زيرو قديش؟ زيرو. ايش اخبار هدول؟ هذه ال شرطة. الشرطة مش هذا الخط؟ هجيت هذا الخط وهذا الخط بيفرق عن بعض ولا لا؟ بيفرقوش. هذه 10 و25 وهذه 10 و25 نفسها. طب مين اكبر القوة، هان ولا هان؟ الاولى لانه الزاوية 90 والصانع 90 واحد اكبر قيمة. اذا مين اكبر واحدة؟ اول واحدة، والثانية والثالثة قد بعض، واصغر واحدة. هاي السؤال صعب طبعا اللي مصحصح بعضهم بيجيبوا. اذا ايه كبيرة بي وسي اللي بيجي بعديهم، او دي الصغيرة لانها زيرو. صعب شباب؟ مش صعب. موضوعنا الاخير اللي حكينا عمل الثورة الصناعية تورك اون اكرنت لوب. هلقيت ايش؟ قال لك اللوب المغلقة احطها في مجال مغناطيس القوة عليها زيرو. قلت له زيرو، ماشي اتفقنا؟ قال لي طب حلو، نرجع لفيزياء الف. قال لي هاي خشبة، تمام، هاي قوة 10 نيوتن وهاي قوة 10 نيوتن، وانا من هنا مثبتها بمسمار. سؤالي لكم، ما هي مجموع القوى على الخشبة؟ ليش زيرو؟ بيساوي بعد وعكس بعد. طيب لو سألتكم ما هو عزم اللي على الخشبة؟ والله ما هو زيرو. تعال انت معايا، انت بتقول زيرو. هذه عزمها مع عقرب الساعة ولا ضد؟ انت قلت هيك ضدك، زي انت حذيت مني المرة ديك، تمام؟ مع، وهذه مع تجمع ولا تطرح؟ بيطلع زيرو؟ بالرغم من انه القوة زيرو، لكن بتلف الخشبة ولا بتلف ايش؟ بتلف. طيب نشوف ايش بده يصير معانا. قال لي خلينا نشوف هاي مجال مغناطيسي، وحط لي لوب مغلقة. والله هاي لوب مغلقة الحمراء، شايفينها؟ هذه مغلقة والمجال المغناطيسي يونيفورم. ما هي القوة اللي على اللوب؟ زيرو. صح ولا لا؟ زيرو. امين. طب انا بديش القوة كلها، بدي كل طلع لحال. يلا شمر على كل طلع لحال، بدي اشتغل. شباب هذه بي، وهذا التيار اتجاهه هيك، هاي التيار بلف هيك. سؤالي لكم، ما هي القوة اللي بتأثر على الضلع الفوقاني؟ زيرو. وهذا اذا هاي ضلعين روحوا، مش انا بدي ضلع ضلع، هاي ضلعين روحوا. حلو، هذا زيرو. طب وهذا زيرو. طب هذا زي هذا ولا واحد عكس الثاني؟ زي ما تو رسمت الخشبة، صار واحد لفوق وواحد لتحت. لفت اللوب ولا ما لفتش؟ لفت اللوب. طب جيب لي التورك اهو، سهله خدناها في توجيهي. التورك بتساوي القوه في الذراع ولا لا؟ والقوه بحسب لك اياها اي اف بتساوي اي ال كروس البي، لانه هذول ستريت بورشنز، تمام. والذراع بقول له وين بدك تلف؟ قلت له بدي اتلف هنا حول السنتر. اذا وين الذراع؟ القوه هنا. بقول له نص هذا الضلع والثانيه نص هذا الضلع، صح ولا لا؟ واحده واحده عشان احكي عربي حقيت شلفقناها، تمام. بقول فور ذا هوريزونتال سايدز، الفوقاني والتحتاني، الاضلع الافقيه شباب، فور ذا هوريزونتال سايدز اوف ذا لوب، ذا دايركشن اوف ذا كرنت از بارلل تو بي. قال لي التيار بي نفس الاتجاه، مظبوط ولا لا؟ سو ذا فورسز اون ذا تو سايدز از زيرو. اذا الضلع الفوقاني والضلع التحتاني قديش القوه اللي عليهم؟ زيرو، تمام. قال لي طيب for the vertical sides we have، بدي الليفت. وين الليفت؟ هايو ال كيف اتجاهها؟ سالب جي. براو عليك، سالب جي. والبي اي، مظبوط ولا لا؟ فقلت له ها اي ليش طوله هذا مش بي؟ طوله بي، حطيت سالب جي. عارفين ليش؟ لما التيار نازل نزول، هاي التيار هيك كروس البي والبي تيار لي اي،
جي كروس الاي سالب كي وفي سالب طلعت كي، معناته في قوة هان باتجاه الكي يعني عليكم، صح ولا لا؟ هذا هي باتجاه الزد، براو عليكم. استنى شوية بس نكمل الثاني، نشوف الثاني. قال له طب احسب الرايت هالجيت، بقول له الرايت ايش بفرق؟ بدل الاي لتحت، الاي لوين المرة هذه؟ لفوق. قلت له هذا هي جي كروس الاي سالب كي، اذا هاي قوة. اذا معناته هذا بخش هيك وهذا بخش هيك، ايش بتصير في اللوب؟ تلف تلف، تمام. اذا اللوب لفت، that is the two forces are opposite and equal in magnitude bk. صار هنا في اي اظن، في اي من بين اظني اي بي اي سمول بي كابيتال بي واي سمول بي كابيتال بي، تمام. If the loop is assumed، هب اني انا بدي اخليها تدور، to rotate about its center، محور الدوران هو مركز اللوب، these two forces will produce a torque. مش عشان مجموعهم صفر تقول لي فيش تورك، تو جبنا الخشب ولا جينا، لا، بالرغم من صفر قوة الا انه التورك مش صفر، تمام. A torque that tends to rotate the loop counterclockwise، the magnitude of this torque، جيب لي الماجنيتيود، كم قوة هما؟ تنتين، بدي اجمعهم بديش اطرحهم، لانه التنتين بيدعوا نفس الاتجاه. يلا بدي اجيب التورك لهذا والتورك لهذه، القوة في الذراع، الذراع هذا ولا لا؟ ايش الذراع؟ نص اي، براو عليكم. اذا معناته نص اي في نص اي، نص اي ونص اي قديش؟ اي، والله طلعت هيك. طيب اي في بي ايش هذه؟ قال لي الاريا، مش اي في بي هي الاريا؟ اذا طلع التورك بتساوي تا اي في مساحة اللوب في بي. اوف والله سهلة سهلة. قال لي طب انت جبتها بحالة خاصة وجبت الماجنتيود وامين وصدقناك، بس عادة بي از افيكتور ولا لا؟ وقال لي وهادي، قلت له والله هادي فيكتور، قالوا لنا ذكرني قانون جاوس الاريا فيكتور. طب حلو، هادي فيكتور وهادي فيكتور. طب هنا خليني اشوف مين يقول اتجاه الاريا تبعت اللوب كيف؟ لعلكم قديش الزاوية بينها وبين المجال المغناطيسي؟ 90. اذا معناته في شغلة، شغلة لها 90 بتساوي 1 ساي. اذا بدي احط كروس برودكت، اذا معناته ان جنرال وهو شغلة منطقية، الترك ما هو فيكتور، لازم يكون كروس وظبطت. اذا بعد ما حط القانون قال لي اف بي از نوت باريل تو دبلين، لو كان في زاوية معك قال لي ولا حاجة. طبعا اشتقاقها شوية بيغلب، عشان كده اذا بدي اعمل مش هيك يعني اشتقاقها بيغلب، انه يجيبك مرة واحدة كروس برودكت، لا. قال لي صدقونا بصير اي اي كروس البي. طبعا هنا في هذه الحالة تبعتي اي في بي في صاني الزاوية، طب قديش الزاوية كانت؟ 90، وصاني 90 واحد. قال لي هذه اي في اي الها مدلول فيزيائي بسموها الماجنتيك دايبول مومنت. إذا كنتوا ذاكرين في شابتر واحد لما قلنا شحنة موجبة وشحنة سالبة وبينهم مسافة دي، قلنا هذه في حاجة نسميها الإلكتريك دايبول مومنت بتساوي كيو في دي، تمام، مش مشكلة. فهذه بسموها الماجنتيك دايبول مومنت، زي ما ذاكرين في المكثفات لما حطيت الداي إلكتريك قلت جوا عبارة عن دايبولز بلفوا، هدول الدايبولات إنهم صفة بسموها الإلكتريك دايبول مومنت. بقول لي المجال المغناطيسي نفس الشكلة، في أسلاك وكأنه طبعا التيار لما يلف، مش التيار، الإلكترون لما يلف حوالين النواة بيعمل دويرة شباب، هذا المسار بيعتبروه كأنه سلك بيمشي في تيار. هاجت المادة عبارة عن عدة لوبس جوا، عدة لوبس، كل واحدة من هدول اللوبس بولد مجال مغناطيسي، تمام. هدول اللوبس بالطبيعة بيكونوا موزعين عشوائيا اتجاهاتهم. بدي اعمل مغناطيس، ايش اسوي؟ بقول رتبهم رتبهم. عشان كده لو بعت مغناطيس بك تخربه ايش اسوي؟ حطه في النار او جيب شاكوش واخبطه. هجيت لما تحطه في النار، لو في انت هذه الغرفة حطينا نار، بدكم قاعدين؟ بدكم مرتبين؟ بس كل حد يصير بده يشرب بتيابه زي ما بيقولوها. وهذه نفس العملية، أنا مرتبهم وعامله مغناطيس وما شاء الله عليه، حطيت لي في النار، طب أنا اللي جايله ما صدقت يترتبوا،
حاطتهم في النار بقدر عليهم ارتبهم، ولما ما يترتبوش بيضلوا مغناطيس، ببطل مغناطيس، بصير المجال المغناطيسي اللي جوا كانت بطل له قيمه، صار زيرو، واحد هيك واحد هيك واحد هيك واحد هيك. طبعا شغله ربانيه بيقول لي انت المغناطيس رتبته بقوه خارجيه، في بعض المواد جي من القوه الخارجيه بيضلهم مرتبين. ربنا خليكم عاقلين، ربنا خليكم عاقلين. في بعض المواد لا، جي من المؤثر الخارجي بيرجع يشاغبوا. تمام، ايش هي هذه المواد اللي ربنا خليكم مرتبين؟ الحديد والكوبالت. عشان كده بتلاقيش مجال مغناطيس مصنوع من ماده نحاس، بتفش مجال ولا ممكن، لانه ربنا خلقه هيك. مهما ترتبوا ابعد عنه برجع مشاغب، برجع عشوائي. يعني عشوائي اذا معناته ما فيش مجال مغناطيسي. الحديد صفة ربانية، اذا رتبته بضل مرتب. كنا نسميهم شباب فيروماجنتيك ماتيريال، ذاكرينهم خدتوهم. وفي دايا ماجنتيك وفي برا ماجنتيك. المواد الفيروماجنتيك في عندهم هذه الصفة، رتبهم بضلهم مرتبين. اما الدايا ماجنتيك والبرا ماجنتيك جي من المؤثر برجعوا. تمام بالضبط. المهم اذا الميو اللي هي بتساوي اي في الاي، هذه بس كمية، is called the magnetic dipole moment. قال لي طب كيف اتجاهها اعرفه؟ قلت له اتجاهها من ايه؟ صح ولا لا؟ طب ايه مش عمود على المساحة؟ طب استنى شوي، هلقيت انت عمود على المساحة. هذه الطاولة بدي ايه تبعتها؟ بقول لك لفوق، واحد بقول لي تحت، بقول له اتنين صح، بقول له لا حقيقة انا بديش، بدي واحدة. بقول لك اه ما انت هادي التيار، في تيار دير بالك صح؟ معناته التيار بدي يقول لك فوق ولا تحت. كيف؟ قال لي اعمل هيك، لف اصابعك الاربع مع التيار، ابهامك بيكون اتجاه ايه او اتجاه ميو. تمام، نرجع لهنا قبل ما نجيب، شايفين اتجاه التيار؟ طبقوا يقولوا لي كيف اتجاه ميو، اتجاهكم ولا اتجاه اللوح؟ باتجاهكم، لانه لفيت اصابعكم الاربعة مع التيار. لو التيار انعكس شوفوه بصير ابهامك لجوا. تمام، اذا هاي اتجاه ميو. The direction of a mu اللي هي I في ال A is perpendicular to the plane of the loop، لأنها زي الأريا. And it sense لبرا ولا لجوا لفوق ولا تحت is determined by the right hand rule. إيش بتقول ال right hand rule الآن؟ Killing لف، killing the four fingers of your right hand with the current. لف أصابعك الأربعة مع التيار. In the direction of the current, the thumb points in the direction of mu. آمين. تمام. سؤال سهل. طبعا شباب هلقيت لو انتوا كتيرين غلبة وفي الدور في اجهزة كتير كهربية خربانة فيها مواتير، مولينكس خربان، هواية خربانة، اللي بدك اياه، طلع الماتور وشوف ايش جواته، هتلاقي مغناطيس قطعا. لازم تلاقي مغناطيس. ليش المغناطيس حاطينه؟ عشان بدي مجال مغناطيسي. حلقيت الماتور، سوري، الماتور لما يخرب ايش بقول لك ابوك؟ روح وديه عند الزلمه يلفه. اذا ايش في جواته؟ ملف اللوب. اللوب لانه هذه اللوب انحطت في مجال مغناطيسي، شبكت في الكهرباء صار في تيار، لفت صار في تورك، لفت صارت حركه، هواية اشتغلت، مولينكس اشتغل، البدكية مئة ألف شغلة. شوفوا انتم من أقل حاجة، انت لو خشيت على مخبز، روح على العائلات ولا على أي مخبز اللي بتشتري فيه وتطلع ايش بيسوي، بروح بجيب كسرة طحين بديره بتطلع عليه بطلع خبز، صح ولا لا؟ هذي زمان كيف كانوا يعملوه؟ كان يجيب كسرة طحين في حاجة زي البانيو، تعرف البانيو؟ زي البانيو عشان يعجنه، ويروح يشمر ويحط مية ويقعد ساعة يعجن فيه بإيده، كيس كامل يعجنه، ويحمل الكيس ويقطعه، وبعدين يلفه يعمل، وبعدين ما يرقه لسه، يعمل قلول، قلول كبيرة، بعدين يرقه على إيده، بعدين يحطه في خشب في الواح، وبعدين يخش في الفرن. هقيت ولا شيء، بحطه في أول حاجة منخل. المنخل إيش بده؟ بده حاجة تروح تيجي تحرك. نخله صار نظيف، دخله على عجانة، العجانة ما انتوا عارفينها، في عجانات عند امكم صغيرة
هذا نموذج للعجانة اللي عند امك، هو العجانة الكبيرة بحط فيها كيسين مش كيس، وبتلف بتنعجن، اول ما تنعجن بتروح تندار على قشط القشط، هذا بخش ماكينة تانية بقطعها، ومش زي ايد امك اللي كانت تقطع، مش امك يمكن ستك، تمام، قلت ما فيش حدا بيعجن الا ما ندر، تمام، كنا زمان نقطعوا واحد كبير وواحد صغير، لا هذه قلت كلهم مساوي لانه على طول قطعها نفترض 5 سم، واحد بشد كله 5 سم بيطلع، تمام، وبعدين بقشط بروح على الرق، والرق شو هو؟ بدخله على الشوبك، بتعرف الشوبك انتو؟ في شوبك فوق وشوبك تحت بدور، بخش الرغيف بصير ما شاء الله عليه، وبتروح بتشوف على الخبز كيف بسويه، بخش في الفرن برضه بجنازير، بضله ماشي في الفرن، نفترض بده بقولك هذا 5 دقائق بيستوي، بيعملوه بعايروه بحيث انه من 5 دقائق اول ما يخش الفرن في نهاية الخمس دقائق بيطلع من الفرن، بيطلع احمر ما شاء الله عليه، بضله يمشي عشان يتهوى بجنازير لما يصلك وتحطه في الباكيت، بقعد يلف له لفتين ثلاثة، واحد بقولك ليش بلف هاللفتين ثلاثة هذا؟ عشان يتهوى عشان ما ياخذ راحته، هذا كله اللي كان الكيس عشان يعجنوه ويخبزوه بدهم ساعتين، هلقيته بربع ساعة بيخلص، ومين كان رقم واحد يشتغلهم هذاك الكيس؟ يمكن 5، وفي الخمسة هدول يطلعوا عرقانين غير شكل، هلقيت واحد بحط الكيس وبتفرج عليه واحد بياخذ الخبز وبس، كله هذا قانون انه في عندك تورك حركة، انا بدي حركة، شوف قديش طبعا انت لو تحضروا فيلم وثائقي عن صناعة السيارات نفترض، شوف كيف البلغي وين بروح وين بيجي وكيف الايد كل هذا حركة، فهذا قانون الحركة اصله كله هو هذا التورك، التورك بس بدي اياها دوران اللي هي اي او نيو كروس البي وخلصنا، اي اي كروس البي كله تمام، هاي بيجي لي بيقول لي اركتانجل لوب، هاي لوب تمام، زي ما تو قلنا بيقول لفاته خربوا، اذا هذه اللوب بيعملوا له اكثر من لفه شباب عشان يكتروا الاريا، بصير اريا زائد اريا زائد اريا بيعملوه، واذا انت شفت اي مطور بتلاقي نحاس ملفوف حوالين بعض، طبعا ليش بيخرب مرات؟ بيكون في قطع سلك ما انقطع، لو انقطع سلك من 100 لفه بمر تيار بمرش بيخرب المطور، بتروح بقول لك هات الف لك اياه من اول جديد، تمام، فبيعملوه وبصير المطور بيرجع زي الحلاوه، تمام، هو يعني بقول لك 25 لفه 25 تيرنز، هاز دايمنشنز، هي ليش بدك الدايمنشن؟ عشان يجيب المساحه صح ولا لا؟ تمام، ان كاريز اكونت اوف 15 ملي امبير، the loop exists in a uniform magnetic field، طبعا الماجنتيك فيلد اغلبهم بيجوا كنا نرسمهم هيك عايز زي حضره الحصان المغناطيس، بحط نورث وساوث، ساعتها بضمن انه في مجال مغناطيسي هيك اتجاهه، uniform magnetic field، بحط اللوب هيك وبمرر تيار بصير هذه تلف، طبعا فكره عمل الجلفانومتر هيك انه انت بتدخل التيار بلف، كل ما كان التيار اكبر بلف اكثر الزاوية، وبالتالي بيعمل معايرة بقيس التيار، تمام؟ انت هذا المقوس هذا الاقطاب، قطب الشمالي وقطب الجنوبي، فبتنعمل هيك عشان تطلع لك تقريبا يونيفورم ماجنتيك فيلد، حلو، بيقولي what is the magnitude of the initial torque acting on the loop، بده التورك، طيب زي ما انتم شايفين سؤال سهل هذا، مجرد تحط القانون وتجيب، قال لي القانون هذا هو عبارة عن هذا هو بدي ميو، قلت له ميو بتساوي اي اي، طب انا ما عنديش اي، في عندي ان اي حسب عدد اللفات شباب، ان اي، فقال لي ميو بتساوي ان اي اي، ان 25 لفه، الاريا طول في عرض بس حولتها من سنتيمتر لمتر، طبعا هذه 10 اس 2 وهذه 10 اس 2 10 اس 4 وهي اللي هي الاي 15 ملي امبير، قال لي هي ميو، قلت له خلاص طلعت التورك، تمام شباب، هيك خلص شابترنا، يعطيكم العافية.